راح نلقي فيها نظرة على الوضع العام، ومن ثم الوضع المالي، الصعيد الصحي، لدينا أيضا الصعيد العاطفي، والأخبار المتوقعة في المستقبل. الرسالة العامة لك يا برج الحمل أن هذا الوقت هو بداية جديدة لأن ترجع لنفسك، لأن أشوفك صار لك فترة تعطي الآخرين لحد ما أنت استنزفت، فالحين جاء الوقت أن أنت ترجع لنفسك، تكون أنت سعيد ومتصالح مع نفسك من الداخل، بحيث ينعكس عليك هذا الشيء داخلا وخارجا. هذا الوقت هو وقتك أنت يا برج الحمل، وأنت تستحق السعادة. أول كرتين تبع الطاقة العامة. عزيزي برج الحمل، أنت لديك بداية جديدة، لديك حاضر جميل، فيه فرص جديدة، فيه أشخاص، فرص معينة هي اللي قاعدة تطرق بابك، هي اللي قاعدة تقول لك افتح الباب أو اسمح لي بالدخول، عطني فرصة. احتمال تكون فرصة بزنس، فرصة عمل، استثمار، علاقات عاطفية، علاقات أسرية، بغض النظر. أنت لحد الآن متعلق في الماضي، وكثير تفكير في الماضي برج الحمل. أنت كثيرا لازلت تعيد في الأشرطة والتسجيلات اللي حدثت عندك في فترة من الزمان في السابق. لحد الآن أنت تفكر بنفس النمط وتتوقع من الأشخاص والظروف أن يكون لها نفس النتيجة. يعني احتمال إذا فشلت في مشروع قبل 3 سنين 10 سنين، أنت تفكر أن حتى المشروع القادم ما راح يكون ناجح. ونفس الشيء على الصعيد العاطفي وعلى الصعيد العملي. فالرسالة لك اليوم أن لديك 4 أكواب، ركز على الحاضر الجميل، لأن الحاضر عندك مثل البذور اللي أصبحت الآن زرعة صغيرة وفيها براعم، عليك أن تعتني فيها، عليك أن تغذيها، تهتم فيها، لأن هذه هي طريقك إلى السعادة. السعادة لن تصل من كوب واحد إلى 10 أكواب كسحر ساحر، المطلوب التدرج. فأنت عندما تقنع بالوضع الحالي الموجود عندك وتقتنع أن من هذا الوضع البسيط أنت تستطيع أن تفعل أكثر وأن تنتج أكثر وأن تصل إلى مرادك في الحياة، هذا هو الشيء اللي أنت محتاج تعرفه. لأن عندك أيضا 9 أكواب مثل ما قلت لك. أنت لا تعير الأشياء الموجودة حاليا في حياتك ذاك الاهتمام بسبب أنك متوقع أن تعطيك نفس النتيجة السابقة، ومتوقع أن اللي ما نجحت فيه في السابق ما راح ينجح في المستقبل. ولكن التارو يخبرك أن كل أحلامك حان الوقت أن تتحقق، حان الوقت أن أنت فعلا تحدد مع نفسك شنو تريد في الحياة وتتجه نحوه. تبدأ في خطوات صغيرة، ما في أي مشكلة، ابدأ في خطوات بيبي ستيبس مثل ما نقول، ولكن توجه، خل عندك توجه نحو حلمك، نحو الأشياء اللي فعلا تسعدك، لأن بهذه الطريقة أنت راح توصل. كرت تحقيق الأمنية، إذا كانت عندك أمنية معينة في بالك، تجتمع مع شخص معين، تكون سعيد في مجال تجارة أو بزنس أو أي مجال ثاني، عندك كرت تحقيق الأمنية. ولكن عليك أن تغير شوية من تفكيرك السلبي شوية أو المتعلق بالماضي إلى أنك تركز على الحاضر، ولكن لا تركز على المستقبل كثيرا، لأن أيضا التركيز على المستقبل راح يخليك تعيش في توتر وترقب وتسأل عن التوقيت متى ومتى راح يحدث. اللحظة اللي أنت تسأل فيها عن التوقيت علم أنك غير واثق في دربك. فالرسالة أنك أو النصيحة أنك تكون عايش في الحاضر، لا تكون عايش في الماضي، ولا تكون جدا تترقب المستقبل بطريقة جدا هوسية، عشان طاقتك تكون موضوعة ومركزة نحو ما تريد تحقيقه. الوضع المالي عندك يا برج الحمل جدا ممتاز. أنت خارج من مرحلة كان فيها الكثير من الالتزامات، الكثير من المسؤوليات المالية، احتمال عليك ديون لكذا شخص. ففي الفترة السابقة احتمال كان عندك أشياء أو
في أشياء معينة تريد أن تشتريها تنجزها ولكن ما تستطيع لأن كانت أيضا لديك الكثير من الالتزامات، وطبعا أنت اخترت أن في الفترة السابقة تؤدي ديونك أول، أو مثل ما نقول أن تعيش على قدر ما لديك. من الناحية المالية أنت خارج من هاي المرحلة، أحس أنك في مرحلة نهاية الدين، خلاص تقريبا أديت المسؤوليات اللي عليك باتجاه الأشخاص أو المؤسسات، وداخل في مرحلة جدا جميلة. عندك Ace of Pentacles، الخماسي الأول، وهو يكون بداية لكل شيء أفضل يتبعه، البداية وأقوى شيء في رقم واحد. أنت عندك بداية الخماسي، احتمال أنك ابتديت في مشروع أو مقبل على مشروع، مقبل على عمل جديد، راح يأتيك مبلغ من المال من أشخاص، إما عن الطريق هدية أو إما عن طريق يحتفلون فيك ترقية أو احتفال على الصعيد الشخصي، أو أيضا في أشخاص كانوا مديونين لك من فترة والآن سيرجع لك الدين، سيدفعون ما عليهم، وسيأتيك مبلغ مالي يساعدك أيضا على البدء في مشاريعك الجديدة اللي أنت مقبل عليها. فهذا الطابع اللي عندي، أنت انتهيت وداخل على مرحلة جديدة مشرقة وقوية، أيضا دخولك قوي، فلا تفكر كثيرا ولا تخاف ولا تحس بالتردد لأن أنت مستعد، وعندك أيضا القيادة اللي تحتاجها من أجل الأمام. على الصعيد الصحي يا برج الحمل، عندك كارت ذا مون وهو القمر برج الحوت، وعندك أيضا ملك الأغصان. اللي قاعد أشوفه، احتمال أنك في السابق سويت تحليلات طبية، سويت فحوصات، كان احتمال تعاني من بعض الأعراض، ما راح أقول مرض، المرض بالعادة يكون يعني مزمن، ولكن أعراض معينة لمشكلة بسيطة وعكة صحية تمر فيها. التارو قاعد يخبرني أن كل اللي مريت فيه هو عبارة عن عوارض، الألم من الماضي، عوارض التفكير الكثير، تعرف يعني التفكير والهوس، وأنك تعيد وتزيد في مواضيع ماتت وانتهت من فترة كثيرة، هذا لا يخدم صحتك. في احتمال في الفترة السابقة جسمك كان قاعد يخبرك أن احتمال في عندك بعض الأشياء زايدة، بعض الأشياء ناقصة، شوي السكر، شوي الضغط، ولكن هاي مجرد مؤشرات عشان تحطك أنت على الطريق الصحيح. ليش؟ لأن العقل السليم مثل ما يقولون في الجسم السليم، لما أنت ما كنت نفسيا مرتاح، لما ما كنت سعيد، ما كنت تحس أنه في بداية مشرقة لك، احتمال أنك كنت متشائم في السابق، وهذا أثر على صحتك النفسية جدا، تؤثر على الصحة عزيزي برج الحمل. فلازم تكون حذر في طريقة انتقائك للطاقة، للتفكير، للتواصل الروحاني، هذا جدا مهم. ولكن وضعك الصحي جدا ممتاز وقوي، لديك أقوى ملك، يعني من الناحية الجسدية ملك الأغصان هو أقوى ملك، أوثق ملك، وهذه أيضا طاقتك أنت يا برج الحمل، طاقة نارية، فأنت في طاقتك، يعني أنت في موضع قوتك، جسدك قوي، جسدك لا يشكو من أي شيء، فلا تفكر بسلبية أو تبتدي تدخل نفسك في دوامة أنا مريض، أنا عندي السكر، وأي أحد تلتقي فيه لم ترى من فترة يخبر أن أنا عندي سكر، عندي حصى، عندي، هذا غير صحيح. أنت قاعد توهم نفسك بهاي الأفكار، أنت صحيح وأنت قوي، مجرد الأشياء اللي عانيت منها في السابق هي كانت مؤشرات أو عوارض، مثل الدقة اللي تخبرك أن في شيء أنت كنت قاعد تسويه من فترة طويلة باتجاه نفسك ما يخدمك وغير صحي، لا يفيدك لا جسديا ولا عقليا. فاللحظة اللي أنت تقلب فيها طاقتك إلى الطاقة الجديدة المتوفرة عندك، راح تعرف فعلا أن أنت صحيح، واحتمال أن راح تقول بينك وبين نفسك أن صحتك لم تتغير كثيرا، بالعكس تحسنت على الفترة السابقة، وهاي
فرصة جدا ممتازة أن أنت تعيد حساباتك، تأكل أكل صحي أفضل، تهتم بنفسك. لو كنت من فترة طويلة لم تمارس الرياضة، بالعكس ملك الأغصان يقول لك ركز على نفسك، اهتم بنفسك، أنت قوي بطبيعتك، ولكن دائما تحتاج إلى أن تعمل على نفسك، تعطي لنفسك وقت ومجهود، تهتم بأكلك وبكمية الأكل، وتذكر الأشياء اللي عانيت منها مجرد عوارض تخبرك عن وضع غير محبب، وضع غير جيد بالنسبة لك. على الصعيد العاطفي عندنا ثلاثة السيوف، وهي طاقة الألم، الجرح، العلاقة الثلاثية، الخذلان، الخيانة، أو مجرد يكون تعب. يعني كل هاي الخيارات تنطبق على ثلاثة السيوف. وأيضا عندك ملكة Page of Cups، الكوب الصغير، لأن هاي Princess مو Queen. وعندنا Ace of Wands، الغصن رقم واحد. مثل ما قلت لك، البداية دايما رقم واحد هو يكون أقوى شيء وأقوى بداية من أجل المستقبل. اللي قاعدة أشوفه إن أنت انتهيت من مرحلة كان فيها احتمال مع شريك، مع علاقات معينة، كان فيها ألم، كان فيها خذلان. بغض النظر عن السيناريو اللي حدث، سواء الشخص خانك أو سرقك أو أذاك أو تحس إنه كذب عليك، أنت متعافي. بغض النظر عن القصة اللي تخبر بها نفسك، التاريخ يخبرك أن أنت متعافي، وأنت تستطيع أن تقلب الأمور من الجرح إلى السعادة، مجرد اختيار. شلون؟ لأن أنت عندك الغصن الأول. في علاقات معينة تدخل حياتنا أو أشخاص معينين عشان هو فعلا يسببون الألم، الخذلان، التعب، البكاء، ولكن هاي العلاقات احنا نتعلم فيها عن نفسنا أشياء كثيرة. نتعلم فيها عن قوتنا، نتعلم فيها عن إرادتنا، نتعلم ان احنا ممكن نكون سعيدين بغض النظر عن تصرفات الأشخاص اللي حولنا. يعني الرسالة لك على الصعيد العاطفي ان لا تجعل تحركات الآخرين اللي حولك ثلاثة، يعني فيها أشخاص آخرين، لا تجعل هذين الناس اللي حولك، سواء كان شريك، أبناء، أصدقاء، زملاء عمل، لا تجعل تصرفاتهم هي سبب سعادتك أو تعاستك. لازم أنت تكون مسؤول عن مشاعرك وتنتقيها بعناية. أنت المسؤول عن مشاعرك، وردة فعلك لتصرفات هؤلاء الأشخاص هي اللي تحدد أن أنت راح تكون سعيد فعلا أو راح تظل تعاني وفي دوامة أن فلان عمل كذا وفلان عمل كذا، وقبل 5 سنوات هو أيضا عمل كذا. هاي القصة اللي أحس أنك قاعد تعيدها بينك وبين نفسك أثرت عليك على صعيد جدا كبير حياتك بشكل عام، طالع عندك هالطاقة. فالتاريخ يخبرك أن أنت مجرد أنك تتخلص من هاي المرحلة تكون في سلام. فقط أنك تتوقف عن إخبار القصة للأشخاص اللي حولك وللناس، معناته أنك خلاص عشت التجربة، انتهيت منها، خرجت منها بسلام ومتعافي، وداخل مرحلة التعافي من السيوف إلى الماء. قد لا تكون البداية الكبيرة، يعني ما تستطيع أنك تستيقظ بين يوم وليلة وتذهب من مرحلة الخذلان إلى مرحلة السعادة، ولكن بالتدرج. عشان كذي ما عندنا الكوب الكبير، عندنا الكوب الصغير Page of Cups. فهي يخبرني إنه مو مشكلة، تدرج، في تدرجك بداية جديدة، سعادة جديدة. وأحس إن سعادتك راح تكون على الصعيد جدا العملي، راح تبتدي شيء، مشروع، حرفة، بزنس، حتى مجرد عمل جديد، راح يكون في أيضا سعادة، ليس فقط مصدر جديد للأموال ولكن سعادة. قلت لك يا برج الحمل راح تكون ترجع إلى نفسك، إلى طبيعتك النارية، ولكن باستقرار وسعادة. فهذه هي الرسالة
الواضحة لك على الصعيد العاطفي أن تتوقف عن أخبار القصص الحزينة اللي أنت مريت فيها، لأن الجميع مر بقصص حزينة، ولكن كيف أنت تتعاطى معها هو اللي يحدد مصيرك في المستقبل. فعليك أن تكون حذر عزيزي برج الحمل إذا أنت تنتظر أي شيء معين في المستقبل، موضوع بخصوص الهجرة، بخصوص الفيزا، مشروع معين، علاقة زواج. أنت مكتوب لك النصر المحتوم إن شاء الله في المستقبل، لأن عندنا كارتك وهو كارت الإمبراطور واقف، أحس خصوصا في هاي القراءة جدا أنت في عنصرك، عنصر النار وكارتك. رح نختم القراءة بكارتك أنت، يعني في النهاية اللحظة اللي أنت فعلا تأخذ فيها قرار أن تنتهي وترجع إلى نفسك وترجع إلى سعادتك، رح يكون فيها نصر بالنسبة لك. عندنا السيف، بداية جديدة مع الإمبراطور، هو خليط يعني إنه نصرك لابد منه، ولكن أنت بيدك أن تؤخر لنفسك هذا الانتصار والحصول على الأمنية أو تعجلها. فإذا احتمال تنتظر شيء معين عن مشروع، موافقة على مشروع، أموال معينة تأتيك من بزنس معين، خبر جديد بخصوص ارتباط، زواج. هذه الفترة القادمة جدا ممتازة لأن أنت طاقتك موجودة في عنصرها، ولكن فقط المطلوب منك أن تتوقف، لأن أيضا لدينا ثلاثة السيوف. بإمكانك أن تتخلص من هاي المرحلة عشان تدخل في المرحلة الجديدة المشرقة. الإمبراطور جدا قوي في هاي القراءة، أحس أنه قاعد يخبرك أن أنت الشخص الوحيد اللي باستطاعتك أن تمنع السعادة عن نفسك، لأن السعادة أوريدي تنتظرك، والنجاح حليفك، والنصر أيضا حليفك. راح أسحب لك كرت أخير، سوري كرتين، كرت واحد تبع النصيحة والكرت الثاني نحو ما يجب عليك أن تعرفه. أول كرت راح يكون النصيحة لشهر أبريل يا برج الحمل. Okay. You are limitless وراها like attracts like. بالضبط ملخص القراءة في هاي الكارتين، إذا أنت like attracts like، كل شيء تجذبه راح تجذب ما هو شبيه لك. فلازم أنت تكون حذر من طريقة تفكيرك، من طاقتك، من طريقة عبوسك وأخبارك للقصص الحزينة وتعلقك في الماضي، لأن هاي اللي راح تجذبه إذا استمريت على هاي الطريق. المزيد من السيوف، إذا ابتديت في النظر إلى البداية الجديدة، القدرات اللي عندك، الأشياء اللي تقدر تحققها حتى لو كانت بسيطة، مجرد أنك تنظر إلى الجانب الآخر، الجانب المشرق، هو فعلا راح يكون بداية مشرقة لك وتحقيق لما تتوقعه. فكن حذر في اختيار أفكارك، طاقتك، ما تتوقعه. كن حذرا في إخبار القصص للآخرين، يعني عندما تلتقي بالآخرين ممكن الثاني يعيشون نفس الظروف المالية وعندهم نفس المبلغ في البنك، واحد منهم يقول يمشي ويقول الحمد لله، الله ما قصر معي بشيء، أنا عندي كل شيء أحتاجه. الثاني عنده نفس المبلغ في البنك أو أكثر، ولكن دائما يتحدث عن النقص في الأموال، في الحب، في الزواج، الفشل. فكن حذر، القصة اللي تخبر الناس عنها هي اللي فعلا راح تتحقق لك في حياتك. فكن حذر، اختار بعناية. وأيضا عندك كارت You are limitless. شنو قلت لك برج الحمل؟ أنت في طاقتك، طاقتك مفتوحة لك، تستطيع أن تكون في عنصرك. عندنا حيوان أحادي القرن في الصورة، أحادي القرن والقرن اللي يملكها فوق راسه هاي يمثل نفس الشيء، نفس السيف، طاقته تقريبا نفس السيف. عندك بداية جديدة، عندك اكتشاف مهم عن نفسك، حان الوقت أن تكتشف ما الذي أنت تستطيع أن تحققه من أجل نفسك وتجلبه، مثل الساحر كارت الماجيشن. أنت تستطيع أن تنجز لنفسك كل شيء، ولديك أيضا كل ما تحتاجه. ف
فلا تفكر أن أنت ليس لديك الكثير، بالعكس لحد الآن في هاي المرحلة من أجل المستقبل أنت لديك كل ما تحتاجه. فلا تجلس وتخبر الناس أو تخبر حتى نفسك أن أنت لا لحد الآن لم توصل. وأيضا راح أسحب لك كارت واحد بخصوص ما يجب أن تعرفه أو المفاجآت المخبأة لك في شهر أبريل. The altar priestess preparing prayer sacred ritual. مهم، هذا كارت مثل العالمة أو جدا قريب، راح أقرب لك الصورة. هاي الكارت قريب من كارت الساحر اللي تحدثت عنه قبل شوي. لديها كل العناصر وهي قاعدة تحاول تخلق شيء جديد. فأنت جدا من المهم أن تدرك أن على هاي الطاولة، طاولة حياتك، لديك كل ما تحتاجه حاليا في هاي الوقت. لديك الملابس اللي تحتاجها، الأشخاص اللي تحتاجهم عشان تأخذ أول خطوة في طريقك الجديد نحو حياتك اللي أنت تريد أن تعيش فيها 5 شهور من الآن، 5 سنين من الآن. أنت تملك كل ما تحتاج، فمن أجل ذلك حاليا يجب عليك أن فعلا تكون سعيد، متصالح مع نفسك، تدرك هاي الواقع، وتكون جدا عكس التشاؤم، شنو؟ متفائل، متفائل بخصوص المفاجآت اللي إن شاء الله راح تأتيك في المستقبل. أنا ما أحب العادة أحدد وقت معين لأن الوقت يختلف، كلكم يا برج الحمل ما راح تتصرفون بنفس الطريقة. فاللحظة اللي أنت تنتهي فيها من الماضي بغض النظر عن التوقيت، أنت راح إن شاء الله تدخل في البداية الجديدة. شكرا عزيزي.